نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا النائب عيدروس الزبيدي يطلع على سير العمل في مصافي عدن. منفذ الوديعة الحدودي هل تبدل المتغيرات السياسية والعسكرية في البلاد؟ وضع المنفذ السيادي. الهلال الأحمر الإماراتي يزود قطاع الصحة في محافظة شبوة بأجهزة ومستلزمات طبية. وفد من قيادات ألوية العمالقة الجنوبية زور اللواء فيصل رجب بمسقط رأسه بمحافظة أبين.